الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بوقف العدوان على غزة تستمر في مدينة شيكاغو، حيث تعقد عمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، رغم حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين وتجديد الإجراءات الأمنية. والاحتواء الاحتجاجات المنددة بمواقف الحزب الديمقراطي الداعمة لإسرائيل، حاولت قيادة المؤتمر إرسال إشارات لخفض حالة غضب من هم خارج أسوار هذه القاعة. كمالا ونائبها يدافعان عن حقوق العامة ويصغون جيدا إليهم، وعندما يقولان إننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الأبرياء في غزة وإعادة الرهائن إلى بلدهم، فهذا يعني أنهما يصغيان إلى النبض الشعبي ويتفقان معنا. وشهد اليوم الثالث للمؤتمر قبول ترشح تيم وولز لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي. إنه لشرف لي أن أقبل ترشيحكم، لن نعود إلى الوراء، وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأمريكي يبدأ بمرشحتنا هاريس، فيما أجندة ترامب غريبة وخطيرة ولا تخدم سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا في بلدنا. ورغم أن نائب الرئيس عادة لا يشكل اختياره العنصر الحاسم للفوز في الانتخابات، يبدو أن هاريس تفوقت في اختيار نائبها على منافسها ترامب، حيث قدم وولز نفسه على أنه الشخصية الأكثر قبولا بين أوساط المترددين والمستقلين في الولايات الحاسمة مقارنة بمنافسه جي دي فانز. منحت أسرة أحد الأسرى الأمريكيين في غزة الفرصة للمطالبة بالإفراج عنه، فيما يبدو أن أعمال المؤتمر ستنتهي من دون منح فرصة التحدث لمن يعبر عن معاناة الفلسطينيين في غزة. محمد كريم، واشنطن، الميادين.